أستاذة إيمي شوقي بتقول زيارة المقابر السيدات حرام إذا التزمت السيدات بالآداب الشرعية المرعية، فزيارتها للمقابر جائزة وليس فيها شيء، لأن الأحاديث التي جاءت بالأمر بزيارة القبور على سبيل العظة وعلى سبيل الاعتبار جاءت مطلقة وليست مقيدة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنه تذكر بالآخرة.